السكن، الشغل للجميع، خاصكم توفروا العيش الكريم للمواطن المغربي. ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعة قروية أو في حي شعبي كتجي كتريب هالو، هي التمغربيات. كيفاش بقيتيه يحس بالتمغربيات ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ إنسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خصني نعود لك الترابي. السيد الوزير، الخطب الملكية دائما كتحث الحكومة على العناية بالشعب، وشعارنا دائما هو الدولة في خدمة الشعب، لهذا خصكم توفروا العيش الكريم المواطن المغربي. التعليم، الصحة، السكن، الشغل للجميع، هذه هي التمغربيات. كيفاش بغيتيه يحس بالتمغربيات ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ إنسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خصني نعود لك الترابي. ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعة قروية أو في حي شعبي كتجي كتريب هالو. ما داويتيش كاين شي يقلب على اللي كويلو.